اللامبس اللي احنا المفترض بدأناه في ليكتشر 2 ودي ان شاء الله الانواع اللي انت اول ما هنبدا في الليكتشر الجديده بقى الاسبوع الجاي هنعلمك ازاي تبدا تعمل ديزاين. هنديك كذا مكان، في هيبقى في مستشفى، في هيبقى في محاضرات، اماكن محاضرات، هيبقى في ديفرنت لوكيشن، في هيبقى اماكن اوت دور يعني حاجه زي استاد والملاعب والاماكن دي. ومطلوب من سعادتك ان انت تبدا تعمل ديزاين لسيستم اضاءه باستخدام سوفت وير هنعلمك عليه اللي هو الدايركس، وده هيبقى بروجكت مطلوب منك لان انتوا عارفين الماده المفترض ليها لاب. تقريبا انت اللاب هم التجربه او تجربتين طول الترم. في تجربه تقريبا الباشمهندس نزلها وراك الفيديو بتاعها، هو عملها في اللاب ورفع لك الفيديو اللي هي التجربه بتاعت ايه؟ حد فاكرها؟ اللي هي الانفرس سكوير لو، وكان بيبدا يوريك معاه جهاز اسمه اللاكس ميتر بيبدا يقيس الاليمينيشن عند ديفرنت ديستنس عشان يثبت لك فعلا ان العلاقه الاي بتتناسب مع واحد على ار سكوير. حد فاكر انواع اللامس؟ الخريطه اللي احنا قلناها كده كان انواع متقسمه لحاجه اسمها الانكانديسنت والتانية اسمها ايه؟ جاز ديسشارج لامبس. الفرق ما بينهم فرق السماء من العمى. يعني فكرة عمل اللمب الانكانديسنت والجاز ديسشارج لو واحد فهم ايه الكونسبت خلاص هو فهم اللمبة بتشتغل ازاي. وهو ده اللي يهمني، ان انت تبقى فاهم فكرة عمل اللمبة وايه هي الكومبوننتس بتاعتها بتشتغل ازاي. فكرة الانكانديسنت، حد من اللي قاعد كده يقول لي الانكانديسنت فكرتها كانت ايه؟ اللي هي اللمبة الصفراء بتاعتي بمنتهى البساطة، هل جواها غاز خامل وأنا بعمل ايونيزيشن للغاز ده فيبدأ ينور؟ لا، كلمة انكانديسنت معناها التوهج، جلو، وبالتالي فكرة عملها أيوه اللي هي ايه؟ إنه بيقول فيها فيلمنت بتتصنع من ماتيريال زي التنجستن. الماتيريال دي اول ما بيمشي فيها الكتريك كرنت بيبدا يحصل لها انكانديت، تبدا تتوهج ويبدا يديك الضوء اللي احنا ايه اللي احنا عارفينه اللي هو الضوء الاصفر. وليها مشاكل وعيوب ان الفيلمنت دي مع كتر التشغيل بيبدا يحصل لها ايفابوريشن، بتبدا تعمل ابخره بتتبخر، فاللايف تايم بتاعها والعمر الافتراضي بيبقى وقت قليل. بداوا يعالجوا الموضوع ده في لمبه ثانيه اسمها ايه؟ يعالج موضوع الايفابوريشن بتاع التانجس. ايوه اللي هي اسمها لومه بالهالوجين. هي لومه بالهالوجين دي ان انت بتضيف جازس موجوده جوه البالب اللي هي الكفر الزجاج ده. دي وظيفه الايه الهالوجين دي بتعمل ايه؟ ان هي بتحاول انها تبدا اول ما الفيلمنت دي تتبخر يبدا الغاز ده يبدا يعمل كومباين معاه يتحد معاه. وساعتها ايه اللي يحصل؟ يحاول يعمل ريديبوزيت، يعني كان بيعيد الاجزاء اللي بتتبخر دي يرجعها تاني للفيلم، فكان العمر الافتراضي بتاعها بيبقى المده اطول. فدي اللومب اللي هي اسمها الانكانديسنت. انما الفكره بتاعت الجاز دي ستشار ومن ضمنها اللمبه دي اللي احنا هنتكلم عنها اللي هي اللمبه الفلورسنت، فكره عملها ايه؟ وليه اتسمت جاز دي ستشار؟ حد عارف دي ستشار معناها ايه؟ طيب ما تفريق معناه ايه؟ معناه ايونيزيشن، ان الغاز حصل له ايونيزيشن متقيل. وكلمه ان الغاز اتقيل معناها اصبح بدل ما هو كان ماده عازله بقى ماده موصله. هو في الكترونز، يعني بالبلدي كده ايه رايك لو انا جبت لك تو الكترودز او جبت لك سي مثلا سلك كهرباء كده ادي الطرفين اللاين والنيوترون سي مثلا وفي هواء ما بينهم، هل في كرنت هيمشي ما بين الريد والبلاك اللي هم الطرفين بتوع السبلاي؟ لا. ليه؟ لان في هواء والهواء ده يعتبر ايه؟ دايلكتريك عازل. طب ايه رايك لو الهواء ده حصل له ايونيزيشن؟ يعني اتقيل. ودي في كيسز احنا بتحصل ان فعلا الهواء ده بيبدا يحصل له ايونيزيشن. ايه اللي يحصل؟ يعني تعرف يعني ايه الهواء حصل له ايونيزيشن؟ كانك بالظبط وصلت دي. يعني كانك وصلت عملت ايه؟ شورت سيركت. هو ده معنى الشورت سيركت،
اللي انت بتاخده في السيركتس معناها ان الطرفين بتوع السبلاي كانهم لمسوا بعض. كلمه لمسوا بعض دي معناها خلاص اصبح ان الريزيستنس تقريبا بزيرو. كلكم عارفين من قانون اوم ان الاي في على ار، فلما الار دي المقاومه كانت كبيره جدا اللي هي لما الهواء كان عازل فكانت المقاومه كبيره فما فيش كرنت هيعدي، انما لما المقاومه دي تبدا تقل تقل تقريبا تبقى بزيرو فالكرنت هيبقى كرنت عالي جدا. اتخذ في السيركت معنى كلمه شورت سيركت خطيره جدا، وياما اللي احنا في البيت بنسميها قفله، يقول حصل قفله وبالتالي تلاقي السيركت بريكر اللي موجود في اللوحه عندك يبدا يفتح الدايره. ليه؟ لان لو كرنت شورت سيركت ده قاعد يمشي فتره كبيره هتبدا تحصل كارثه. ففكره الجاز دي سي تشارج لامب زي اللمبه اللي هي الفلورسن ان انا بيبقى عندي تو الكترود اللي هم طرفين السبلاي، وفي جوه اللمبه بيبقى فيه جاز، بيبقى في الغالب انرت جاز يعني بيبقى غاز خالي. ايه فكره العمل؟ ان انا عايز انور اللمبه دي معناها ان انا ابدا اعمل ايونايزيشن للغاز اللي جوه، وعلى حسب بقى انت الغاز اللي جوه ده يبدا يطلع لك الضوء، هل هيطلع لي الضوء بتاعي وايت ولا هيطلعه ريد ولا اورنج على حسب ايه؟ الغاز اللي هيحصل له ايونايزيشن. يبقى ده فكره عمل الجاز دي سي تشارج لامبس، عشان كده اتسمت جاز دي سي تشارج، ان هي فكره العمل بتعتمد على ايه؟ عندي جاز والغاز اللي موجود جوه اللمبه بتاعتي دي هيبدا يحصل له ايونايزيشن فتبدا اللمبه تنور. طب هل بسهوله نعمل ايونايزيشن للجاز؟ يعني بسهوله ان انا مجرد ما ابلاي فولت، والفولت اللي في البيت كام؟ 220، هل مجرد ما انا ابلاي 220 فولت كافي ان هو يعمل ايونايزيشن سي مثلا للغاز بتاعنا سي غاز الارجون ولا حاجه؟ هل كافي؟ على حسب التركيب والمسافه. يعني على فكره ولو انا ايه رايك جبت التو الكترودز زي اللمبه دي بعاد عن بعض، اللمبه دي طولها 60 سنتي و 120 سنتي يعني المسافه كبيره، يعني انت محتاج ايه؟ فولت كبير عشان ابدا اعمل ايونايزيشن للغاز اللي موجود في اللينس ده كله. فدي فكره عمل اللمبه دي. اللمبه دي اللي هي الفلورسنت لامب اللي هي تقع تحت الكاتيجوري بتاع الجاز دي سي تشارج لامبس. تركيبها ببساطه حتى يعني ادي التركيب الكومبوننتس اللمبه، وده مين؟ الستارتر، وده اللي احنا بنسميه الترانس اللي هو بيتسمى البالاست، بيتسمى تشوك بالاست اهي. ادي الستارتر من جوه، يعني ده لو واحد عايز يفتحه كده ويشوفه من جوه هيلاقي ان من جوه جواه حاجتين، كاباستور وجواه الدي اللي هي حاجه اسمها الباي ميتال سويتش. يعني لو جينا نبص على الكونستراكشن كده هما ثلاث حاجات زي ما قلت لك، التيوب بتاعتي اللمبه اللي هي الاي، والجي ده اللي هو مين؟ البالست، وده وده اللي هو الستارتر بتاعي، وجواه حاجه اسمها السويتش اللي هو الايه؟ الباي ميتال. طبعا اللي على طرفي اللمبه دول مين؟ الالكترودز متوصله من جوه فيلمنت، هي الفيلمنت دي اول ما تسخن هي دي اللي هتبدا تطلع ايه؟ الكترونز، وتبدا تعمل ايونايزيشن للغاز اللي جوه. حد عارف الغاز اللي جوه الفلورسنت ايه؟ احنا بنسميه نيون، انما الغاز اللي جوه مش غاز النيون ده. ايوه، غاز ارجون، ومع الارجون في ميركيوري اتومز، حبه اتومز زيبه كده ما بيبقاش كميه كبيره، بتبقى كميه صغيره جدا ات لو بريشر. ات لو بريشر، لان في لمبه هناخدها اسمها هاي بريشر ميركيوري. ان هي اللمبه اصلا جواها ايه؟ ميركيوري اتومز بس ات هاي بريشر. انما هنا اللمبه دي بتتسمى احيانا بيسموا الفلورسنت بتتسمى لو بريشر ميركيوري لامب، لان هي اصلا جواها بعض الاتومز من الميركيوري. الجدع يقول لي بقى الكونكشن بتاعت اللامب دي، ادي طرفين السبلاي، ادي البالاست سيريز مع اللمبه. حد يعرف يقول لي في البداية قبل ما اشغل اللمبة هل التو الكترودز دول اللي هم متوصلين بالسبلاي بتوعي الغاز اللي جوه ده يعتبر موصل ولا عازل؟ عازل.
غلاس خامل اهو، مفيش اي نوع من انواع الايونيزيشن. وظيفتك ايه؟ لعبتي عشان ابدا اشغل اللمبه ان ابدا اعمل ايونيزيشن للغاز اللي هو. حد يشرحها لي ببساطه كده؟ لو حد من اللي فاهم كده يقف ويقول لي انا هعمل كذا. اول ما بيبدا السبلاي بالظبط كان بيقول لي اهو، يبدا السبلاي يعدي على البالاست، يبدا يدخل جوه هنا اللي هو الطرف ده اللي هي مين؟ اللي هي ماشيه جوه الفيلمنت. بس للاسف السكه اللي تحت دي بالظبط كانها سويتش مفتوح اون. فواحد قال لي ما هو لو السويتش مفتوح عمر ما الكرنت هيعرف يكمل. ما انا عايز اوريدي كرنت، لو دخل من هنا دخلت جوه الفيلمنت طلعت لقيت السكه هنا بالظبط كان ده سويتش واوبن، هكمل ازاي؟ انا لازم اكمل عشان ابدا اوصل للالكترود الثاني وابدا خلاص ارجع للسبلاي. يبقى الدايره بتاعتي كلها بقت دايره ايه؟ كلوزد سيركت. في البدايه للاسف الستارتر بيعمل كانه اوبن سويتش، سويتش اوبن مفتوح. مطلوب مني ان يبقى كلوزد بالظبط كانك زي ما بتتك كده على السويتش بتاعنا تبدا تشغل اللمبه. فانا الستارتر من غيره اللمبه ما تبداش، عشان كده بيتسمى ستارتر، بادئ تشغيل. حد عارف بقى الستارتر ده من جوه؟ انا قلت جواه كاباستور هنعرف بيعمل ايه. جواه حاجه اسمها الايه؟ تايمتد سويتش. وبصراحه جواهم غاز، يبقى غالبا غاز اربون او نيون. ايه ده؟ يعني نفس الغاز اللي موجود جوه التيوب موجود جوه مين؟ الستارتر. ايه رايك بقى؟ ادي السويتش البرايمتر دول بيبقوا بعاد عن بعض، يعني السكه مفتوحه. فانا كاتب لك من فوق كده اتجاه الاي اهو بيبدا يدخل، ادي الفيلمنت بتبدا تسخن لانها على استعداد دلوقتي انها تبدا تطلع ايه؟ الكترونز. وبدا ينزل تحت. ايه ده؟ يعني انا ما بمشيش جوه اللمبه، همشي ازاي وانا لسه في ايه؟ في غاز خام. وبالتالي بيبدا دخل جوه الفيلمنت، دخل تحت لقى السكة مفتوحة، بيعمل إيه بقى؟ إيه رأيك كده؟ الستارتر ده المسافة ما بين الكونتاكت دي بتبقى مسافة صغيرة جدا جدا جدا. فإيه اللي يحصل؟ الغاز الخام اللي جوه ده يبدأ يحصل له أيونيزيشن، يبدأ يتقيل. فأول ما يتقيل يبدأ يسخن، فلما يسخن الباي ميتال دي تبدأ تتمدد فيلزق لبعض، يعني كأن السويتش ماله بدل ما كان أوبن بقى إيه؟ بقى كلوزد. طب واحد قال لي معلش سؤال بقى سأل المحاضرة اللي فاتت، قال لي اشمعنى الجاز اللي جوه الستارتر هنا حصل له ايونيزيشن واللي جوه التيوب نفسها ما اتقيلش؟ الله ينور عليك. بصوا المسافة هنا قد ايه، وبص المسافة ما بين التو كونتاكت هنا، مسافة صغيرة جدا. ما احنا انا قلت لك فرق ما بين هل الابلاي الايونيزيشن اللي انا هعملها دي هل هتبقى على مسافة كبيرة ولا مسافة صغيرة؟ مسافة صغيرة، فمين اللي اتقيل الأول؟ أكيد اللي هيتقيل الأول الغاز اللي جوه. فالغاز اللي جوه ده أول ما اتقيل إيه اللي حصل؟ فبدأ يسخن. لما بدأ يسخن بدأ البايميتال بتاعتي دي تحصل لها تمدد، فبدأت إيه؟ بدأت تلمس بعض، فبدأ الكرنت يكمل سكته. وأدي الفيلمنت، وبالتالي ده كده الكيس بتاعتي أثناء الستارتنج. سؤالي بقى الفيلمنت او اللون بوريك انها بدات تسخن وبالتالي بتبدا تطلع الكترونز. في اتومز موجوده هنا للاربون والميركوري اللي انا بقول لك زي بقى موجود ات لو بريشر. ايه اللي بيحصل له؟ بيبدا يتقين واحده 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 واحده. ما مجرد ما انت اتوم واحده حصل لها ايونيزيشن بتبدا تكر الباقي. بس للاسف ما زال كل ما بيحصل ايونيزيشن هنا بزمته في البدايه خالص. لو انا هفترض ان دي ريزيستنس مقاومه دي في البدايه خالص لما الغاز هنا قبل ما يحصل له ايونيزيشن، المقاومه دي كبيره جدا ولا صغيره؟ كبيره جدا. اول ما بيحصل ايونيزيشن ايه اللي يحصل للريزيستنس؟ تبدا تقل. فعارف لما المقاومه دي تبدا تقل بالظبط انت بتحس ان الستارتر راكب معاها ان بارلل بالظبط، كان الستارتر مع المقاومه بتاعت التيوب كانها ان بارلل. ايه اللي يحصل بقى؟ يبدا الجهد اللي على اطراف الستارتر ده يقل. فايه اللي يحصل للغاز اللي جوه اللي كان سخن ده؟ فيبدا الغاز ده يبرد. فلما الغاز يبدا يبرد
يبدا البايمتال مالهم يبعدوا عن بعض، فالستارتر فتح خالص. يعني السكه دي انت كنت محتاجها بس اثناء الستارتنج، مجرد ما عملت ستارتنج شكرا. طب سؤالي بقى، هو انا استفدت ايه؟ ان هو قفل بعد كده يفتح، حاجه مستفزه قوي يعني. ما كنا بدل ده كله كنا نحط اي حاجه كده بحيث تبقى السكه مقفوله على طول ويبدا الطيار يمشي. ايه الحكمه ان انا يبدا في البدايه انا عايزه يقفل وبعد ما يقفل انا عايزه يفتح؟ غريبه جدا. ليه؟ اولا مين قال لك ان الطيار هيفضل يمشي تحت؟ اصلا انا لو وريتك السلايد اللي بعدها بص الطيار هيمشي فين؟ خلاص شكرا، السكه اللي تحت خلاص. ايه ده؟ هو ايه اللي حصل؟ ما هي دي السكه الجديده. الغاز اللي جوه حصل له ايه؟ بقى ايونايز. كلمه ايونايز يعني بقى ماده موصله، يعني موصل، يعني بدا الكرت يمشي كده. انت عارف في الكيس دي اللي هي اللمبه بتبقى منوره، عارف المقاومه بتاعت التيوب بكام؟ بزيرو بالظبط. كان الغاز لما حصل له ايونايزيشن مقاومته قلت 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 لحد ما بقى كومبليتلي ايونايز، فمقاومته بقت كلها بزيرو. كلمه المقاومه بزيرو دي خلاص، يعني التيار قدامي السكه كده وكده، لا اكيد انا همشي فين؟ همشي جوه التيوب. فتبدا اللمبه بتاعتي تبدا تطلع ضوء بالمنظر ده. انا عندي سؤالين مهمين جدا. السؤال الاول، هو الحركه دي كده كانك عامل شورت سيركت صح؟ شورت سيركت يعني كانك موصل الالكترود ده، يعني كانك عامل شورت على طرفين السبلاي بالظبط، وبالتالي المقاومه تقريبا بزيرو، يعني الكرنت عالي جدا. مين اللي يلمت الكرنت؟ البالاست. عشان كده تحس البالاست الترانس ده لو حد فتحه من جوه ده بيبقى حاجه اندكتيف، ملفات كده ترانس، بيبقى هايلي اندكتيف، بيبقى ليها حاجه اسمها اندكتنس، كنت بتاخدها بالهنري وان شاء الله هتاخدها في الاي سي سيركت. الاندكتيف ده جميل جدا، وظيفته يعمل ايه؟ يبدا يليمت الكارت. لا عارف ده لو مش موجود، ده لو مش موجود او لا قدر الله محروق او حاجه، معناها ان السبلاي بتاعي يطلع منه كرنت، وادي حصل ايونايزيشن هنا، فكانك بالظبط اقسم 220 فولت على مقاومه صغيره جدا، كانها مقاومه بزيرو او 0.1، هيبقى الكرنت عالي جدا. فوظيفه البالاست هنا بيعمل ايه؟ يبدا يعمل ليمت للاركنج كرنت. احنا بنسمي الكيس دي الكرنت اسمه اركنج كرنت، اللي هو التيار هيبدا يمشي جوه اللمبه بتاعته. طب تاني حاجه، انا قلت لك هل الغاز ده عشان يحصل ايونايزيشن، هل ال 220 فولت اللي على اطراف السبلاي كافيين ان يعملوا ايونايزيشن؟ لا. المسافه ما بين التو الكترودز اللمبه 60 سم 120 سم، مسافه كبيره. انت بدات ايونايزيشن اهو، بدات اول ما دي بدات تسخن فيلمنت بدا ايه؟ يطلع الكترودز وبدا شويه اتومز، بس برضه لسه اللمبه مش احيانا انت لما بتيجي تشغل اللمبه دي لو عندك في البيت مش ساعات تاخد وقت وتقعد ترعش وبعد كده تطفي وتنور لحد ما ايه؟ الغاز يبقى كومبليتلي ايونايز، تبدا اللمبه تستقر خلاص. مين اللي بيديها الدافع دي؟ مين اللي بيديها حاجه اسمها الكيك فولتج؟ او بتتسمى الستارت اب فولتج، اللي هو بالبلدي ال 220 فولت دول غير كافيين ان هم يعملوا كومبليت ايونايزنج. انت على الاقل محتاج 1000 فولت. طب اجيب منين 1000 فولت؟ من البالاست. طب واحد قال لي بقى البالاست ده عمل ايه؟ انت ان شاء الله لما هتاخد اي سي سيركتس هتعرف ان لو عندك دايره فيها كويل او فيها اندكتنس وفي سويتش، لما السويتش ده يفتح بيبدا يتولد على اطراف البالاست فولتج اندكتيف، حاجه اسمها ال دي اي باي دي تي. ال دي اي باي دي تي ده تقريبا بيعلي الفولت، بدل ما كان 220 تقريبا يبقى 1000. فايه اللي يحصل؟ ال 1000 دول بقى هما اللي يكملوا على الايونايزيشن خالص، فيبدا اللمبه بتاعتي مالها تبقى كومبليتلي ايونايز. وعلى فكره الستارتر خلاص السكه بتاعته بقت مالها اوبن، يعني اللي عايز يشيل الستارتر بعد ما اللمبه اشتغلت ولا ملاش اي افكت. يبقى انا اللي يهمني لو سالتك في الامتحان وظيفه البالاست ايه؟ اهو وظيفه البالاست حاجتين. بص بيسبلاي ايه؟ مهمة جدا دي، بيسبلاي ايه؟
starting voltage او بتتسمى voltage kick هي دي اللي بت enhance هي دي اللي بتدعم عملية الالكترون ايه النجم يعني هي دي اللي بتخلي عملية الايونيزيشن اللي جوه الجاز ده يبقى فعلا انت كده اتميت الموضوع على اكمل وجه زي ما قلت لك بيعلي الفولت تقريبا يخليه تقريبا حوالي انت الالف فولت دول انت بتحتاجهم كستارت بس خلاص مجرد ما تقيم خلاص الدرس ماله وظيفته يبقى بيعمل ايه ينمت للاركنج كارب لان الكارب اللي هيعيش جوه التيوب هنا هيبقى ماله هيبقى قيمته عاليه جدا يبقى دي وظيفه البالاس هنا انا كاتب لك السيكونس ايه اللي بيحصل جوه اللمبه الشرح اللي انا قلته يبقى وظيفه الستارتر هنا مهمه جدا ان انا محتاج سويتش يقفل ويفتح ليه يقفل ويفتح لان انا عايز الحركه بتاعه الاون اوف دي تبدا تعمل ايه على اطراف البالاس تبدا تولد الفولت اللي احنا سميناه ال دي اي باي دي تي عارف لو ده مش موجود فكره اون اوف حاجه تقفل تفتح عمر ما الفولت بتاعنا ده هيبقى كافي ان هو يعمل ايونيزيشن يبقى دي ببساطه كده فكره ايه فكره عمل اللمبه اتفضل هو ايه لازمه المكثف مع جميل ايه لازمه الكاباستور والكاباستور دي بقى في ناس دلوقتي بقت بتبقى ليه ابلكيشنز كثيره جدا بيعمل حاجه اسمها باور فاكتور كوركشن الكلمه دي انت هتاخدها في كذا ليكتشر في الاي سي سيركتس حاجه اسمها الباور فاكتور البارامتر ده مهم جدا كل ما بعليه هو اقصى قيمه ليه 1 اللي هو الباور فاكتور كل ما عليه يبقى اخليه 0.9 مثلا اخليه بواحد يبقى انت كده بتقلل من الكرنت اللي بيتسحب من السطلات يعني بالبلدي بتخلي اللمبه موفره هو ليه دايما كان يقول لك دي اللمبه دي ما بتستهلكش حاجه مقارنه باللمبه الانكانديسنت فعلا اللي بيخلي اللمبه دي موفره ايه وجود الكاباستور لان الكاباستور هنا وظيفته بيرفع حاجه اسمها الباور فاكتور فدي ان شاء الله هتبقى تاخدها في الاي سي سيركتس لان مهما اشرحها دلوقتي انت ما خدتش الكونسبتس بتاعت الاي سي سيركتس اللي عايز افهمه لك بس في بعض الناس بتعمل ايه دلوقتي في الشقق بتاعتها بيجي على المدخل اللي داخل الشقه عنده اللي هو على العداد بيروح يحط الكاباستور ده ان بارلل دايما الكاباستور بيتحط ان بارلل فاللعبه الحركه اللي بيعملها دي هو بيعمل ايه بيقلل من الكرنت اللي بيبدا يتسحب جوه الشقه فالحركه دي بتوفر معاه طبعا في الايه في الفلوس والكلام ده وعلى فكره الكلام ده ما يعتبرش سرقه على حد ده انت ان شاء الله لما هتعرف ان في الصناعه شركه الكهرباء بتدي غرامه على المصنع لو هو مش مركب كاباستور بانك تخيل لو مش كاباستور بقى بيبقى كاباستور بانك لازم يركبه كده ان بارلل مع السبلاي اللي هو المدخل عنده بحيث ده وظيفته بيبدا زي ما قلت لك بيعلي الباور فاكتور يخليه اعلى من 0.9 فايه اللي بيحصل ساعتها بيبدا الكرنت بتاعنا ماله يقل ولما الكرنت يقل دي ميزه فدي الفانكشن بتاعت الكاباستور يعني انت في الامتحان انا ممكن اسالك عن الفانكشن بتاع كل واحده في الكومبوننتس وظيفه البالاس ايه وظيفه الكاباستور ايه طبعا الامتحان ام سي كيو في الجزئين إيه؟ يعني جزء الدكتوراه تمام دكتور اتفضل طب دلوقتي يعني المفروض كده الستارتر بيبقى ان بارلل مع اللمبه يلا تمام وبعد فتره يعني المفروض بيفتح السويتش ده بيفتح لا قبل ما يفتح مش ممكن السلك يسيح ويفضل لازق ما هو دي كارثه بقى الستارتر ساعتها باظ خلاص اللمبه مش هتشتغل تاني كلمه يسيح معناها ايه؟ هو مش هيفتح تاني خلاص هيفضل بارلل على طول هيفضل مقفول خلاص الغاز اللي جوه مش هيحصل له ايونيزيشن اللمبه مش هتشتغل روح هات ستارتر بايظ وركبه للمبه اللمبه مش هتشتغل لازم السويتش بتاعي ماله انت بتقول مقفول هيفضل مقفول خلاص هيفضل القصه كده طب هتيجي تقول لي ما هو الغاز جوه هيتقيل ليه فين ال 1000 فولت اللي البالاس ده هيولدهم عشان يبدا يتم عمليه انت عارف ساعتها هتلاقي اللمبه عمليه تقل يعني انت في ايونيزيشن بتحصل بس مالها مش كافيه طبعا انها تبدا تطلع ضوء حاجه مهمه جدا 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 الضوء اللي بيطلع الضوء الابيض ده اللي احنا بنشوفه طالع من اللمبه هل فعلا الغاز اللي جوه اللي هو غاز الميركوري والارجون هل لما بيحصل له ايونيزيشن بيطلع ضوء ابيض لا ده بيطلع حاجه اسمها الترا فايلت اللي هي اصلا الاشعه فوق بنفسجيه اللي هي بالنسبه لنا ايه
invisible ما بتشوفهاش. لو تفتكر اول ليكتشر قلت لك السبيكترم المجال بتاعنا كله بيبقى فيه جزء صغير بس هو اللي يعتبر فيزيكال، الويف لينسز بتاعته من رينج كذا لكذا. وبالتالي ازاي الترا فايلت هشوفه ازاي؟ بيعمل ايه بقى؟ طبقه مهمه جدا جدا جدا، طبقه بتبقى موجوده كده باودر موجود على السطح الداخلي لللمبه على التيوب دي اسمه ايه؟ فوسفور كوتنج. يعني لو اي حد عنده لمبه قديمه اتحرقت جه كسرها على دي باودر، بودره بتنزل. البودره دي كان عامل كوتنج مغطي بيها الطبقه الداخليه كلها للتيوب. ايه اللي بيحصل بقى؟ الالترا فايلت اول ما بتطلع تقعد تخبط على الجدار بتاع التيوب اللي هو موجود عليه فوسفور كوتنج، يبدا يطلعك بره ايه؟ الضوء الابيض. فطبقه الفوسفور كوتنج دي مهمه جدا. انت شايف دلوقتي اللمبه دي وانت بتشتريها من السوق، اللمبه دي احيانا بتلاقي مكتوب عليها في الجنب من هنا، بص هتلاقي مكتوب عليها من هنا، من هنا داتا كده. الداتا دي انا هقول لك عباره عن ايه. هتلاقي في حرف مثلا مكتوب سي دبليو او دبليو دبليو او دبليو او دي او سي دبليو اكس او الانواع دي. والانواع دي انت حتى لما تيجي تعمل ديزاين على برنامج دايلكس هتلاقي ان شاء الله احنا هنديك كتالوج لومب مثلا سي فيليبس. انت مجرد ما تتك كده هتلاقي انواع كتيره جدا وبتبقى رموز، يعني بالظبط طالعه كان نفس السيمبل اللي بيطلع من مصنع. فانت لازم تبقى فاهم الايه الرموز دي عباره عن ايه. سي دبليو دي معناها ايه؟ معناها كول واير، يعني الضوء بتاعها بيبقى بيميل لايه؟ للكول. هي وايت ولكن الضوء بتاع دول الكول اللي هي بتبقى الالوان اللي ايه دايما نسميها ايه الالوان الكول دي؟ بهتة. مش بهتة يا راجل، فين بهتة؟ يعني اللون ده كول او اللون فوقينا ده كول هادية؟ في وورم وايت ابيض بس بيميل اكتر لليلو. الكول دايما بيميل دايما للحاجات اللي هي بتبقى الايه؟ البلو، حاجات الازرق. انما الورم بتاعنا هنا زي انت لما تيجي تشتري دلوقتي لمبه ليد او حاجه يقول لك انت عايزها كول؟ عايزها كول ولا وورم؟ واتكلمت برضه عن بارامتر مهم جدا في ليكتشر 2، قلت لك حاجه اسمها الايه؟ الكالر تمبريتشر. لان الكالر تمبريتشر ده بارامتر بيعبر لك هل اللمبه بتاعتي دي الضوء اللي بيطلع ده بيبقى كول ولا وورم. فالرموز دي مهمه. وايت دبليو ودي اللي هي دي لايت. لما تلاقي حرف اكس دي معناها دي لوكس. تمام؟ انواع برضه لمب بس الجوده بتاعتها اعلى من اللي فوق. حتى بيقول لي ان دي الهاير افيكسي ودي الافيكسي بتاعتها معقوله شويه. حد عارف ايه هي الافيكسي؟ اللي هي كفاءه، يعني اللمبه بتبقى موفره اكتر. ده معنى كلمه افيكسي، معناها اللومن بير وات، ان هي بتسحب وات قليل تديك لومن كتير قوي. فدي الميزه. انا السلام هات لي هو ايه كلمه لمبه موفره؟ معناها ايه؟ بتسحب كميه الكتريكال باور قليله قوي وبتدينا كمية ضوء اللي هي اللومن تبقى كمية كبيرة، فهو ده معنى كلمة افكس. الكود ده مهم جدا بقى، لازم تبقى فاهم لما تلاقي مكتوب على اللمبة حاجة زي كده اف 40 تي 12 سي دبليو، فأنت لازم تبقى فاهم ايه؟ الرموز دي عبارة عن ايه؟ الاف دي اللي هي ايه؟ فلوريسنت لامب. ال 40 دي اللي هي 40 واط. يعني اللمبة بتاعتك دي 40 واط. تي اللي هو حرف ايه؟ توبيولر اللي هي التيوب، ده شكل تيوب، لان في لون فلوريسنت شكلها ايه؟ كومباكت، اسمها كومباكت فلوريسنت. عارف بقى ميزه الكومباكت فلوريسنت دي اللمبه الحلزوني دي؟ ان هي استبدلنا البالاست اللي احنا ده بيتسمى الكتروماجنتيك بالاست، بيستبدلوه بالالكترونيك بالاست اللي هو بيبقى موجود في القاعده بتاعت اللمبه الحلزوني دي، ده اسمه الكترونيك. هو بالظبط فكرته سويتش والكلام ده، ويبدا نفس الفكره بتاعت الايه؟ اللمبه العاديه بتاعتنا اللي هي التيوب، ولكن البالست اللي جواها بيبقى الكترونيك بالست. في ناس حتى بتفتح اللمبه لما تتحرق يفك الايه البيز القاعده بتاعتنا دي، يلاقي عباره عن كارت. فان شاء الله لما تاخد الكترونكس هتفهم الالكترونيك بالست بيشتغل ازاي. يبقى احنا فهمنا الاف فلوريسنت 40 معناها 40 واط، التي اللي هي تيوب 12 دي بيقول لي ان ده الماكسيمم دايمتر بس مقسوم على 8 بالانش، هي ستاندرد كده طالعه. يعني مش 12 دايمتر، لا دي بتتقسم على 8، يعني الدايمتر بتاعها ايه؟ 1.5. سي دبليو اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي ايه؟ كول وايت، يبقى ده الستاندرد كود بتاعتها. انا اللي يهمني لما اسالك في الامتحان
تبقى فاهم الكاركترستيك بتاعت اللمبه، يعني الافيكاسي بتاعتها، الكالر راندرنج، الافريج لايف، الكوست بتاعتها. دي مهمه جدا. كل لمبه وانت بتذاكر كده تعمل لنفسك مقارنه في الاخر خالص، مين فيهم افيكاسي اعلى، مين فيهم الكوست اقل، مين فيهم الكالر راندرنج اعلى. اهو الافيكاسي بتاعتها بيقول لي تقريبا من 40 ل 100 لومن بالواط، طبعا اعلى من الانكانديسنت. الانكانديسنت لمبه غير موفره بالمره، يعني دي كانت بتركب في البيوت زمان وعند اجدادنا واهلنا زمان، كنت تلاقي اللمبه لسه ما كانتش فيه القصه، كنت تلاقي اللمبه الصفر، لمبه غير موفره الانكانديسنت، لان كانت لسه بدايه الايه الاختراع بتاع اللمبه. فالافيكاسي هنا بتبقى اعلى. طب بالنسبه للبارامتر اسمه كالر راندرنج، حد عارف ايه الكالر راندرنج اللي انا قلت لك درجه تمييز الالوان؟ اللي هو بالظبط لو انا عندي اللون ده انت ممكن تشوفه اسود، ممكن في الحقيقه لونه جرين. فاللمبه اللي تعرفك اللون قريب جدا من اللون الحقيقي، يبقى ده الكالر راندرنج اندكس بتاعها عالي جدا. واتفقنا الريفرنس بتاعنا دايما في الكالر راندرنج اللي هو 100% مين؟ الدي لايت، ضوء النهار او ضوء الشمس. طب هل اللمبه دي الكالر راندرنج بتاعها عالي؟ قال لي بيعتمد على ايه؟ لو او هاي بيعتمد على طبقه الفوسفور كور. يعني والله في لمب مثلا اللي هي الدبليو دبليو اللي هي الورم دي، بيقول لي بيبقى التركيب بتاعها طبقه الفوسفور كوتنج بتبقى شويه او اقل، فبتدينا كالر راندرنج 53%. اللمبه اللي هي الكول بتدينا كالر راندرنج 62%. يعني بالبلدي كل ما بيزود كميه الفوسفور كوتنج اللي جوه، كل ما اللمبه بتاعتي بتبقى مالها بتديك كالر راندرنج اوضح. وعلى فكره اللمبه هي قدامنا، هات اي حاجه باللون الحقيقي بتاعها هتلاقي تقريبا ان الكالر عكس اللمبه الانكانديسن، صح؟ ولا اللمبه الانكانديسن بتديك كالر راندرنج عالي، اللايف تايم بتاعها عالي، الكوست بتاعتها قليله طبعا، فده البارامترز بتاعتها. يبقى احنا كده خلصنا الفلوريسنت لامب. هل في حد مش فاهم فكره عمل اللمبه؟ كل كومبوننت من اللمبه، يعني انت دلوقتي خلاص عرفت ان اللمبه والبالاست والستارتر، وعرفنا الفانكشن بتاع كل واحده، والغاز اللي جوه بيحصل له ايونيزيشن ازاي، الكلام ده كله. تعالى نتكلم بقى على النوع الثاني من الهاي دي سي تشارج لاب، حاجه اسمها الهاي انتنستي دي سي تشارج. لان احنا لما قلنا اللمب بتاعتنا يا اما فلوريسنت يا اما ايه؟ لان اتش اي دي، اتش اي دي اختصار كلمه هاي انتنسيتي دي سي تشارج. بص اقرا كده ان سيميلر لمين؟ فلوريسنت دي بالظبط. خلاصه دي بتتلخص في اللي انا عامل عليها هايلايت، اللي هي ايه؟ بيحصل ارك ما بين التو الكترود، لمبه زي الفلوريسنت بالظبط بيبقى جواها غاز، الغاز ده يا اما لو بريشر هاي بريشر، وابدا اعمل له ايه؟ ايونيزيشن، فيبدا يحصل ارك، فالارك دي اللي هي الايونيزيشن تبدا اللمبه تطلع ضوء. يعني فكره العمل بالظبط زي مين؟ زي الفلوريسنت بالظبط. عشان كده انا لخصت لك الموضوع في اول سطر بقول لك ان الهاي انتنستي دي سي تشارج لامبس هي بالظبط زي اللمب الفلوريسنت. بس في فرق. ايه الفرق؟ ان الارك بتبقى شورتر. يعني ايه؟ يعني عمرك ما هتلاقي لمبه في الاتش اي دي لامبس اللي هنقولهم دلوقتي تلاقي طولها 120 سم. اللمبه كلها بتبقى حاجات ايه؟ المسافه ما بين الالكترودز مالها؟ مسافه صغيره. يبقى الفلورسنت دي اللمبه الوحيده اللي الالكترودز المسافات ما بينهم كبيره. كبيره. فانت بتحتاج ايه؟ بحتاج بالاست عشان يبدا يعمل ايونيزيشن ويدينا فولت يكفي ان انت تعمل ايونيزيشن للجسم. انما اللمبه الثانيه هتلاقي المسافه بين الالكترودز كلها مسافات ايه؟ لا تتعدى 10 20 سم، مسافات صغيره. عشان كده بيقول لك المسافه هنا بتاعت الارك بتبقى مالها شورتر. يبقى ده اول فرق. ثاني فرق انها بتدي لك ماتش مور لايت، يعني كميه اللومن اللي بتطلع منها، كميه الفلاكس اللي بتطلع بتبقى اكتر. كمية الهيت والبريشر جوه التيوب طبعا بتختلف على حسب نوعه. ايه هما ال اتش اي دي لامبس؟ بص انا مرتبهم لك ترتيب ايه؟ تصاعدي على حسب الافكسي، يعني اللمبه رقم واحد دي اقل افكسي فيه، والاخيره دي اعلى افكسي، اعلى كفاءه. اول واحده اسمها ايه؟
هاي بريشر ميركوري، يعني دي جواها غاز الميركوري بس قد ايه. امال الفلوريسنت كان اسمها ايه؟ لو بريشر ميركوري. اللمبه الثانيه اسمها ميتال هالايد، بيبدا يحط املاح حاجه اسمها الهالايدز وشويه ميتالز جوه اللمبه، فهنفهم ليه بيضيف الكومبوننتس دي. الثالثه اسمها ايه؟ هاي بريشر صوديوم، يعني جواها صوديوم قد ايه؟ هاي بريشر. بعد كده لو بريشر صوديوم، صوديوم قد لو بريشر. عارف اللمبه لو بريشر صوديوم دي ليه؟ عارفين في الشوارع الكشافات، عارف اللمبه الصفراء؟ ما هو اكيد الشوارع دلوقتي مش كلها ليد، الحكومه لسه ما قلبتش كله ليد، في جزء ما زال ايه؟ اضاءه صفراء. بتشوفها ولا بتشوفها؟ لمبه تحس ان هي يعني معفنه، ما الضوء بتاعها فعلا الكالر راندرنج اندكس بتاعها وحش جدا. يعني ما تجيبليش هدوم او تجيب لي حاجه وتقول لي والنبي هي الضوء بتاعها ده فعلا هو ده الضوء البلاك او جريلا؟ طبعا الكالر راندرنج بتاعها وحش. طب ليه الحكومه متعمده تستعملها؟ لانها اعلى افكسي، ما بتسحبش كهرباء، بتديك لومن كتير وبتستهلك وات قليل جدا، ده معنى كلمه افكسي. فعشان كده انا بقول لك انا مرتبهم لك بترتيب ايه؟ الافكسي، يعني اقل افكسي فيهم هي مين؟ هاي بريشر ميركوري. ولكن اللو بريشر على الرغم من العيب اللي انتوا قلتوه اهو، ان الاضاءه بتاعتها بتبقى مقرفه في الاضاءه، واحيانا اللي راكب عربيه او كما بيبقاش شايف كويس من الضوء بتاعها، درجه تمييز الالوان اللي هو الكالر راندرنج بتاعها بيبقى قليل جدا، ولكن في المقابل ايه؟ الافكاسي بتاعتها اعلى من كل الانواع اللي فاتت. فانا كاتب لك ان الفلوريسنت لامب لايك الفلوريسنت لامب الاتش اي دي لامبس اللي هم الاربع لون برضه هيحتاج بالانس. الله، ليه هيحتاج بالانس؟ انا قلت لك البالانس وظيفته حاجتين. رقم واحد ان هو بيستارت يديك الستارتنج فولتج اللي هو بيكفي عمليه الايرنج. تاني حاجه ان هو بيعمل ايه؟ ودي اهم فانكشن فيه هنا، بيليمت الاركنج. يا جماعه الغاز هيتقيل، انتوا ليه ما عندكوش ادراك معناه ان شورت سيركت هتحصل؟ كلمه شورت سيركت بتحصل جوه اللمبه معناها ان مقاومتها تقريبا بقت زيرو، يعني الكارت الحي فيها عالي جدا، فلازم يبقى فيه بالاس موجود ان سيريز مع اللمبه بحيث يبدا ايه؟ يليمت الاركنج الكارت ده، تمام؟ على فكره اللمبه دي بيقول لي بتقريبا بتحتاج لفيو سكند، يعني الستارت اب بتاعها مش تقعد كده بالدقيقتين ثلاثة، لا تبقى شوية ايه فيو سكندز كده تبدا تنور. دكتور اتفضل. هو كل نوع من الانواع دي بيطلع اكتر من لون؟ اه يعني ممكن نخليها دي لايت لو بريشر صوديوم؟ هتشوف في لمبة فيهم ممكن تطلع لك لون اورنج، في واحدة ممكن تطلع بلو مع جرين، في على حسب ايه الفكرة. مش الدي لايت بيبقى كلر لاندر بتاعه عالي؟ اه ممكن نخلي اللو بريشر صوديوم دي لايت. هتخليها ازاي دي لايت؟ هو طبيعه الصوديوم لما بيتقيل بيطلع الغاز اللي انت شايفه، الغاز ضوء لاصق، يبقى انت محتاج تغير الغاز. ما هي اللعبه هنا هو الضوء اللي بيطلع ده اكوردنج لطبيعه الغاز لما بيحصل له ايونيزي تبدا الهيت بتاعته فيبدا يطلع ايه؟ كلر. الكلر ده هو بيبقى اكوردنج لنوع الغاز اللي جوه. فانت بتقول ايه ده؟ هو بمزاجي اخلي اللمبه لما البريشر الصوديوم لو بريشر يتقيل اقول لها طلع ابيض، فهمتني؟ يبقى الضوء اللي بيطلع ده اكوردنج لايه؟ للغاز الديسشارج، لما هيحصل ديسشارج للغاز اللي جوه اللمبه. فانت هتكتشف فعلا في لمبه دلوقتي بتبدا تطلع ايه؟ الوان غير الضوء الابيض. نبدا باللمبه الاولى اللي هي اسمها ايه؟ هاي بريشر ميركوري فيبر لامب. بص كده على اللمبه كده ككومبوننتس عشان تبقى عارف تركيبها، بسيط جدا جدا جدا. ادي الاوتر باند بتاعتي اللي هو الكفر، بيبقى جلاس بتاعي بس بيبقى جلاس هنا من الكوارتز. ليه؟ لان الغاز ده لما بيبدا يحصل له ايونيزيشن الهيت بتاعته بتبقى عاليه، وبصراحه بيبقى التيوب اللي جوه دي هي دي اللي اسمها الكوارتز تيوب. اهي يعني الغاز موجود فين؟ الغاز بتاعنا اللي هو الهاي بريشر ميركوري، او انا كاتب لك ان برضه موجود جواها ايه؟ ارجون. ارجون في الجاز اند ميركوري موجود جوه التيوب بتاعتي. فين هما الالكترودز؟ اهو كاتب لك عليهم من الكترود، ادي واحد هنا وواحد تحت. طب واحد قال لي في حاجه عامله زي ابره جنبه كده، دي اسمها الستارتنج الكترود.
تاني كده كتيوب ادي الاوتر بالب. بيقول لي طبعا من بره هنا في نيتروجين جاز هنا، تعالى على الكوارتز تيوب بتاعتي جواها 2 الكترودز مليانه بايه؟ مليانه بالارجون والهاي بريشر ميركوري. وبره التيوب دي لو حد بص كده هتلاقي مكتوب حاجه اسمها ايه؟ ستارتنج ريزيستور، مقاومه كده موجوده بره التيوب اصلا. وادي تحت الايه؟ البيز بتاعت اللمبه. فكره عمل اللمبه دي ايه؟ واحد يقول لي كده ايه اللي بيحصل كده؟ انت واخد بالك ادي طرفين السبلاي شايفهم؟ واحد وصل هنا والتاني طلع لمين؟ الكترود اللي فوق، يعني 220 فولت فين؟ على النقطة دي والنقطة دي. للأسف ال 220 فولت دول غير كافيين إن هم يعملوا لي ايونيزيشن للمسافة دي لأنها مسافة كبيرة شوية. إيه اللي يحصل؟ شايف ده؟ شايف ده؟ اللي هو أنا مسميه ستارتنج الكترود. ما بين ده وده في غاز هنا صح؟ بس المسافة مالها؟ عارف إيه اللي يحصل؟ تبدأ البداية من هنا. الغاز اول ما يبدا يحصل ايونيزيشن يبدا ما بين مين ومين؟ ما بين الستارتنج الكترود والمين الكترود يبدا يتقيم منه. طالما قيمت جزء يا جماعه خلاص بتبدا الاتومز والايه كلها بتبدا ايه؟ تبدا العمليه كلها بتاعتي تكمل. فتبدا الريزيستنس في البدايه خالص تبقى كبيره ولا صغيره قبل ما يحصل ايونيزيشن؟ كبيره جدا. اول ما جزء منها بيبدا يحصل له ايونيزيشن تبدا مقاومتها تقل. برضه الايونيزيشن اتومز تتخبط في بعض فيبدا الغاز عمال يحصل ايونيزيشن لحد ما المقاومه اللي هنا اقل من المقاومه دي. عارف اللي يحصل؟ يبدا عمليه الايونيزيشن دي يحصل لها تسارع، يعني تبدا بالظبط كانك ايه؟ كان الغاز بتاعتي هنا كانك اديته اجنيشن، حاجه كده تزق تسرع من عمليه الايونيزيشن. عشان كده هي دي وظيفه الستارتنج ريزيستور اللي بره، ان اول ما المقاومه بتاعت التيوب بتاعتي تبقى اقل من المقاومه الاكسترنال اللي بره دي بتبدا عمليه الايونيزيشن مالها تكتمل ويبدا الضوء بتاعنا يبدا يطلع، يعني الغاز حصل له كومبليت ايونيزيشن. ايه رايك كده؟ بص كاتب لك الارك تيوب اهي جواها ميركوري وارجون، اللي هي التيوب بتاعتي اهو جواها ارجون وميركوري. الميركوري ات هاي بريشر، اول ما بتحط 220 فولت ايه اللي بيحصل؟ بيبدا الغاز يحصل له دي سي تشارج والارك يحصل ما بين مين؟ دي مهمه جدا. هل الارك بتحصل ما بين التو مين الكترودز اللي هو اللي فوق واللي ده؟ لا، هي بتحصل ما بين مين ومين؟ الستارتنج والاوبريتنج الكترود. فايه اللي يحصل؟ فيبدا الميركوري يتقيل والمقاومه جوه التيوب تقل. كل ما يتقيل المقاومه تقل، ايه اللي يحصل؟ اول ما مقاومه الارك تبقى اقل من الاكسترنال ريزيستنس ايه اللي يحصل للارك؟ جام ما بين التو الكترودز، يعني يبدا خلاص تحس ان الالكترودز بقى الباس احسن تفسير الشكل ده. فين فيجر 1؟ الشمال خالص. ايه رايك؟ ايه اللي حصل اول ما انت عملت ابلاي للفولت؟ ادي يا باشا المين الكترود اهو اللي عليه بوكس ده وده هما دول، وادي التيوب بتاعتي وادي الغاز اللي جوه. الارك اول ما حصلت فين؟ حصلت ما بين الستارتنج الكترود وما بين ده اهو. شايف الايونيزيشن؟ شايف الاتومز؟ فالمقاومه هنا عماله بتقل، بتبدا تزيد تقل اكتر. اول ما تبدا المقاومه جوه التيوب هنا مقاومه الارك تبقى اقل من المقاومه اللي انت حاططها بره، ايه اللي يحصل؟ يبدا الارك عندي يبقى كومبليتلي ما بين التو مين الكترودز. يعني برضه فكره عمل اللمبه بيحصل ايه؟ جاز دي سي تشارج. ادي ستارتنج اللامب اتكلمنا عليه. انت واخد بالك بس من الحته دي؟ ذا ميركوري بيبدا يحصل له ايونايز وانت اصلا ايه؟ هو ات هاي بريشر، فيبدا يطلع لك كميه ضوء اعلى شويه. ادي شكل اللمبه. تصدق بقى ان اللمبه دي بتطلع الغاز لما اتحط عند هاي بريشر ومع الارجون والتركيبه اللي انت عاملها جوه اللمبه الهاي بريشر ميركوري دي بتبدا تطلع ضوء بلو جرين. الكالر رندرنج رايح في ده 15%، يعني ما فيش اي نوع شيفتنج كبير جدا ما بين اللمبه وما بين الدي لايت.
فبيعملوا ايه بقى؟ هو عايز يعلي الكالر راندرينج شويه، هو شايف ان الايه؟ التركيبه بتاعت الغاز اللي جوه دي محتاجه حاجه عشان تبدا تعلي نسبه الكالر راندرينج، فبيبدا يحط طبقه فوسفور كوتنج، حتى تلاقي كده على الجدار بتاعها من جوه كده بيبدا يحط فوسفور كوتنج، بص بتابزورب يا جماعه هو الميركيوري لما بيتقلب بيطلع الترا فايلت، اشمعنى يعني ما حدش قال الميركيوري في اللمبه الفلوريسنت ما هو كان ات لو بريشر لما حصل له طلع الترا فايلت، اشمعنى هنا؟ ما هنا برضه هيطلع ايه؟ الترا فايلت، فلازم تحط طبقه ايه؟ فوسفور كوتنج، فبتبدا تابزورب الالترا فايلت وتبدا تطلع لك الوان، الالوان المره دي على ايه وايه بقى؟ ريد واورنج، والكالر راندرنج بتاعها بقى كام؟ 50%. اتفضل. طب انا هقول لك حاجه كويسه جدا. انت خدتي سيركتس لو عندك حاجه اسمها مقاومتين ان سيريز صح؟ مش خدتي حاجه اسمها الفولتج ديفايدر؟ خدتيها ولا لا؟ خدتوها؟ ايوه. طب لو عندي مقاومتين ان سيريز مع بعض زي مثلا واحده ب 10 اوم والثانيه ب 1000 اوم ايه اللي يحصل؟ الفولت على مين فيهم هيبقى قليل على ال 10 اوم ولا على ال 1000 اوم؟ على ال 10 اوم. فالفولت ايه اللي بيحصل؟ بيبقى انا مقاومه التيوب دي في البدايه خالص المقاومه كانت كبيره خالص وزي هما بيبقوا مظبطين دي ب 1 كيلو اوم. فاللي بيحصل ان اول ما الارك بدات هنا بدا الغاز يحصل له ايونيزيشن فبدا المقاومه تقل، نفترض ان المقاومه هنا زي مثلا كانت 10 كيلو اوم. تبدا المقاومه بتاعتي تقل. بس ما زال برضه مش كومبليتلي ايونايزد، انت هدفك عشان تبقى دي كومبليتلي ايونايزد انا عايز المقاومه تقريبا تبقى بكام؟ بزيرو. فكلمه المقاومه بتاعتي تبقى بزيرو الستارتنج ريزيستور دي بالظبط كده كانك بتقسمي الجهد. لو زي ما انت بتقولي الفولتج ديفايدر عندي مقاومتين ان سيريز وعلى حسب قيمه المقاومه بيبدا الفولت ايه؟ يتقسم. هي اللعبه في كده ان هو بيبدا المقاومه هنا تقل والجهد اللي عليها بيبدا يقل. ما هي دي ميزه، ما هو كل ما الجهد اللي على اللمبه يقل كل ما تبدا الايونيزيشن تبقى اكتر. هو انت عارفه ده لما يبقى كومبليتلي ايونيزد الجهد عليها هيبقى بكام؟ بزيرو. يعني المقاومه تبقى بصفر الفولت اللي عليها هيبقى بكام؟ بزيرو. فده اللي انا عايزه، ان انا عايز تبدا التيوب بتاعتي هنا الفولت اللي عليها يقل بناء على قيمه الريزيستنس اللي جوه. فكل ما المقاومه تقل الجهد اللي عليها يقل. اول ما الجهد هنا يبقى اقل من الفولت اللي على السيريز ريزيستنس اللي جنبها تبدا خلاص تحسي الايونيزيشن كانك سرعتي العمليه. حاجه دي بنسميها اجنيشن، كانك سرعتي من البروسيس بتاعت الايونيزيشن فبدا اللمبه بتاعتي خلاص بقى الباس بتاعها كومبليتلي ايونايز. صح. بس بيقل. هو الغاز اللي جوه كل ما يحصل له ايونيزيشن يبدا الجهد يقل. يبدا يقل يقل يقل. وبرضه انت ما تنسيش انت حاطه بالاست بره. يعني كده كده لما هيبقى في شورت سيركت جوه اللمبه اكيد انا في بالاست عشان يليمت زي الفلوريسنت. هو معلش هي اختلفت ايه عن الفلوريسنت؟ ما هو ادي تو الكترودز والكرنت اهو. ما هو في فولت اهو 220 فولت على طرفين الكترود. نفس الفكره بتاعت الايه؟ الهاي بريشر ميركيو كلهم نفس الفكره. الغاز خلاص ده كومبليتلي ايونايزد ماشي. ايه المشكله؟ لا ما هو لما بيحصل ايونايزيشن هي عامله زي ايه؟ هو لما بيحصل قفله هقولها لك كونسبت بسيط قوي. ادي السبلاي في البيت 220 وادي اللود بتاعي زي مثلا كده دي ريزيستنس مثلا ريزيستنس. فانت بتقولي الاي بتاعنا بيبقى في على ار صح؟ ايه رايك بقى لو انا بقى في باس تاني هنا شورت سيركل الاي هنا بكام؟ 220 فولت على المقاومه اللي هي تقريبا هتبقى تقريبا بزيرو. يعني الاي هيبقى عالي جدا. يعني الشورت سيركت مشكلتها انها ايه؟
عايزه تنزل ال 220 فولت عايزه تخليهم صفر. بالظبط انت لو بصيتي من وجهه نظر اللود اللي هو الريزيستنس، لو حد سالك فرق الجهد عليه بكام صفر؟ لان انت لغيتي السبلاي، انت عملت شورت على السبلاي، فكلمه شورت على السبلاي دي مش معناها ان الجهد، معناها الجهد نزل، انت تنزليه بس الجهد اهو. ده بالظبط الكيس اللي انا بكلمك عليه، ادي الكيس بتاعت اللمبه، اثناء الايونيزيشن اهو الغاز ماشي هنا، حاطين ايه احنا بره هنا بقى؟ بالاست اهو. وظيفته ايه البالاست ده؟ يبدا ايه؟ كانك حاطه ريزيستنس، فكانك بتليمت الاي، بدل ما الاي قيمته تبقى عاليه جدا بايه؟ بيليمت الاي، هي دي الكونسبت، دي الفكره. ايه اللي بيحصل؟ المقاومه بتاعتي هنا تخيلي عماله بتقل 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 لحد ما بقت بزيرو. فبالظبط الكونسبت هنا بيتقال ان الجهد اللي عليها، انا عارف ان الجهد هو 220 ما بيحصلوش حاجه، بس احنا بنتكلم من وجهه نظر اللود، ايه اللي حصل؟ بس هو ده الكونسبت الايه؟ الايونيزيشن. انا بقول لك في شكل تاني من اللمبه الهاي ميركوري، بنحطه معاها فيلمنت تانجستن اللي هي خدناها فين؟ في الانكانديسنت. يعني تحس اوبشن زياده بتبقى موجوده اهو، بيقدر يزود تانجستن فيلمنت ان سيريز مع الارك تيوب. كان عمل لمبتين، لمبه دي سي تشارج ارك بيعمل والفيلمنت تسخن وتطلع ايه؟ ضوء. فالكوكتيل الضوء اللي هيطلع بره اللمبه دي بيديلك كالر رندرنج ماله 72% يبقى اعلى معايا. فدي شكل اللمبه دي، ان هو فعلا لو دققت هنا هتلاقي فيه تنجست فيلمنت نفس اللي موجوده في اللمبه الانكانديسي، تبقى سيريز مع الارك تيوب. يبقى انت عندك حاجتين، دي سي تشارج بيحصل جوه، وعندي انكانديسنت تبدا تتوهج، الكوكتيل بتاع الضوء اللي يطلع ماله الاندكس بتاعته هتبقى عاليه جدا. يبقى دي اللمبه اللي هي سميناها هاي بريشر ميركوري. تاني لمبه اسمها ايه؟ ميتال هالايد لامبس. كاتب لك فكره عمل اللمبه نفس الميركوري لامب، نفس اللي قبلها بالظبط، ان انا عندي غاز والغاز جوه يحصل له ايونيزيشن، بس عمل ايه؟ بدا يضيف للميركوري والارجون اللي كانوا موجودين، بدا يضيف ايه؟ املاح الهالايدز وبعض الميتلز. يعني هتلاقي هنا انا كاتب لك مثلا ان التيوب بتاعتي هنا ادي الالكترودز، وبيبدا يضيف اكوردنج للميركوري اتش جي، يعني كان في ميركوري موجود، بيبدا يضيف لها املاح الميتال هالايد، او هتلاقي فيه اتومز جديده ميتال وهالايد اتحطوا جوه الغاز بتاع الميركوري والارجون اللي موجود. ليه؟ يعني الراجل ليه حط الاضافه بتاعت الميتال هالايد دي؟ قال لك عشان ابدا اضيف بعض الميسنج كلر. حد فاكر اللمبه اللي فاتت كانت بتطلع ايه؟ هي كانت بتطلع بلو جرين، اول ما حط لها طبقه فوسفور كوتينج كانت بتطلع له ايه؟ بتطلع ايه؟ ريد واورنج. بص بقى الراجل بيقول لك في اللمبه دي انا مش هحتاج لطبقه فوسفور كوتينج، الاضافه الميتال والهالايدز اللي انت هتحطهم جوه هتبدا تخلي الغاز لما يحصل له ايونيزيشن يطلع ايه؟ ريد واورنج ويلو. يبقى اللمبه دي مش محتاج لطبقه فوسفور كوتينج خالص. يبقى مين اللي عمل بديل للفوسفور كوتينج هنا؟ الميتال هالايدز اللي انت بتضيفها، فاهو باي امبروفنج الكالر يبقى انا مش محتاج لطبقه فوسفور كود. وطبعا لو تفتكر قلنا الكالر راندرنج بتاعها هيبقى ماله؟ هيبقى اعلى من اللمبه اللي قبل كده. يعني بالظبط كلهم نفس الفكره، خلاص ادي اللمبه الفولت بالاست، خلاص الفكره كلها ان انا اعمل ايونيزيشن. بتضيف ايه بقى؟ لعبتك جوه ان انت بتضيف بعض الجازس عشان تبدا تظبط الكالر اللي بيطلع. انا هنا عامل لك مقارنه ما بين مين ومين، المقارنات دي مهمه بقى. انا في الامتحان مش عايزك تحفظ ارقام، انا اللي يميني مين اعلى ومين اقل. يعني انا هنا بقارن ما بين مين ومين، الهاي بريشر ميركوري ما بين الميتال هالايد، لما اللمبتين اللي لسه قايلينها. الافيكاسي مين اعلى، الميتال هالايد؟ طب الكالر راندرنج الافيكاسي بتاعت الميتال هالايد اعلى، طب اللايف تايم الميتال هالايد اقل. الريستارتنج تايم بيقول لي لمبه الهاي بريشر ميركوري تقريبا بتحتاج من 4 ل 8 دقائق عشان تبدا تبقى كومبليت ايونيزيشن، انما دي حوالي ربع ساعه. عشان كده كل لمبه ليها الابلكيشنز بتاعتها، هتلاقيني كاتب لك الابلكيشنز الموجوده، واغلب اللمبه دي بتستخدم اوت دور.
غالبا معظم اللمبات دي بتستخدم اوت دور. نيجي لللمبه اللي بعد كده اللي هي مين؟ لمبه بالصوديوم لامبس. انا هنا مجمع لك مين ومين؟ لو بالهارد. اتفقنا ان اللو بريشر دي اللي بتستخدم في الاضاءه بتاعت الستريت. على فكره بيقول لي نوع اللمبه دي نفس الاوبريتنج بتاع اللو بريشر ميركيوري. ما هي دي لو بريشر صوديوم. حد فاكر اللو بريشر ميركيوري اللي هي مين؟ اللي هي الفلوريسنت. بيقول لي بالظبط فكره عملها هي هي اكسبت وان اكسبشن. ايه هو؟ ايه هو الوان اكسبشن اللي موجود في اللمبه اللو بريشر عن اللمبه الفلوريسنت؟ بيقول لي ان الارك في اللمبه الفلوريسنت اللي هي اللو بريشر ميركيوري كان بيطلع ايه؟ الترا فايلت. وبالتالي كنت بتحتاج طبقه فوسفور كوتنج تبدا تحول الترا فايلت للضوء الابيض. انما في اللمبه بتاعتنا اللي هي اللو بريشر صوديوم ات بروديوس دايركتلي ايه؟ مونوكروماتيك يلو كلر. يعني الغاز الصوديوم اول ما بيحصل له ايونيزيشن دايركت بيطلع اللون الايه؟ اليلو. يبقى انا هنا مش محتاج طبقه فوسفور كوتنج بقى. بيقول لك على الرغم من ان اللمبه دي الكلر راندرنج بتاعها رايح في داهيه الضوء بتاعها اللي انا قلت لك اللمبه دي درجه تمييز الالوان عن الدي لايت وحش جدا الا انها هايز لام افيكاسي اعلى افيكاسي في اللمبه كلها. عشان كده انا قلت لك بيستخدموها في الاضاءه بتاعت الشوارع. لمبه الهاي بريشر نفس التركيب بس الصوديوم هنا بيبقى هاي بريشر. فلما بيبدا يحصل ايونيزيشن عندي الكالر راندرنج بيبقى اعلى شويه كانك بتحسنه ولكن الكفاءه بتاعتها بتقل شويه. يعني كل حاجه ليها مقابل. ادي شكل اللمبه بتاعت الايه؟ الهاي بريشر صوديوم واللو بريشر صوديوم. ادي اللمبه اللي بتركب في الكشاف بتاع الاضاءه وادي الواط بتاعته. عشان كده تحس الكشاف بيبقى واخد شكل طولي شويه بسبب اللمبه. المقارنه دي مهمه جدا 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 جدا. أنا بقارن ما بين كام لمبة؟ أنا بس عشان اللي هيفصل ما بين اللمبة اللي أنت خدتها كلها اللي هي مين؟ اللي هي الانكانديسنت أول لمبة بدأنا بيها بعد كده خدنا إيه؟ فلوريسنت بعد الفلوريسنت أو في تانجستن خدناها وبعد كده قلنا الفلوريسنت بعد كده خدنا الميركوري بعد كده ميتال هالايد هاي بريشر صوديوم لو بريشر صوديوم. ده لعبنا بقى احنا في الامتحان. هو نظري لما احب اسالك فيه اسالك في ايه؟ بسالك في حاجات ان جنرال يعني الحاجات اللي تخص الانواع كلها. الراجل بيقول لك المقارنه هنا هتبقى بناء على ان انت في المكان اللي انت عايز تعمل له تصميم انت محتاج 30,000 لون. فالراجل بيقول لو انا هشتري لمبة انكانديسنت هحتاج كام لمبة؟ هحتاج 17 لمبة. بص اللي هو تقريبا يدوك حوالي 30,000. طب لو انا هجيب لمبة هالوجين هتحتاج 4 لمبة بس. طب لو انا هجيب لمبة فلوريسنت هتحتاج 10. طب لو انا لمبة الهاي بريشر ميركي لمبتين بس. طب لو انا ميتال هالايد او لو بريشر صوديوم مالهم؟ لمبة واحدة تكفي. يعني انا استفدت ايه؟ يعني حد يقول لي كده لما احب اسالك فيها في الامتحان. اللمبة بتاعت اللو بريشر صوديوم والميتال الايد الفلكس بتاعها عالي ولا قليل؟ اللمبه الواحده عالي تديك لمبه واحده بتديك 30,000 لون في حين اللمبه الانكانديسنت جبت 17 لمبه. انتوا معايا؟ طب بالنسبه للباور كونسامبشن ده الكونسامبشن لللمبه الواحده مش للمبه كلها. يعني بيقول لو انا جبت لمبه انكانديسنت اللمبه هتبقى 100 واط. لو جبت لمبه تانجستن هتبقى اللمبه 400 واط. عشان يبقى اربع لمبات 400 واط يدوك ايه؟ 30,000 لمبه. الفلوريسنت اللمبه 40 واط. بص على القيم كلها. بص اللمبه باللو بريشر والهاي بريشر كام؟ بدات تلعب 180 واط و250 واط عشان يدوك الايه؟ فانا لو سالتك مين في اللمبه دي اقل باور كونسامبشن؟ عارف ليه؟ جدع يقول لي ليه اللمبة الفلوريسنت بتشوف؟ عشان هي لمبة واحدة بس أدت شغل لمبة كتير. يعني إيه لمبة؟ ما هو أنا بقول لك اللمبة الإنكانديسنت بتستهلك 100 واط. بس لمبة. أنا بحتاج 17 لمبة إنكانديسنت عشان تديني نفس اللومينين.
لا كده هستهلك اكتر عشان يا جماعه استهلاك اللمبه الواحده مش استهلاك النقط كتوتال. يعني انا هنا كنت ممكن اضرب 17% يبقى ال 17 كده هتحتاج ايه كام 1700 وات. هنا اضرب 4400 دي كام 1600 وات. انا هنا ده مقارنه ما بين توتال عدد اللمبات. لا التيبل ده بتاع الباور كونسبشن للنمبر 1. حتى انت لما بتروح للكهربائي تقول له انا عايز لمبه 100 وات يعني معروفه، بتقول له الفلوريسنت تقول له عايز لمبه 40. اكيد انا ما اقصدش ده الوات بتاع الايه ال 10 لوم 10 لوم ليه لمبه 4 وات ما فيش لمبه 4 وات فلوريسنت. انتوا معايا؟ انا سؤالي محدد، ليه اللمبه الفلوريسنت الباور كونسبشن بتاعتها اقل واحده؟ رغم ان كلهم غاز وبيتقايم في بالست مش بالست عشان في كاباستور. انا قلت يا جماعه اللي بيخلي اللمبه تسحب كرم اقل كاباستور اللي هو موجود جوه الستارتر، هو ده اللي خلى الباور كونسبشن بتاعتها اقل. اللمبه الثانيه معهاش كاباستور معهاش الستارتر. اتفضل. لا ما احنا اللعبه هنا اللي يهمك الستارتنج كرنت. الستارتنج كرنت دايما ده اهم باراميتر بيهمنا احنا كمهندسين باور. فيتو باور اهم تيار يهمك اللي هو انت تقلق منه الستارتنج كرنت. الاوبريتنج كرنت انت مطمن ان مش هيتجاوز قيمه معينه. عارف ليه؟ لان انت حاطط بالانس، فالبالانس ده بيليمت الكرنت، فانا مطمن ان الكرنت اللي جوه اللمبه قيمته تمام، انما الستارتنج اثناء السحبه بتاعتي كان ممكن يسحب كرنت عادي. لا فانا هنا وجود الكاباستور بيلمت الستارتنج كرنت بتاعي. اتفضل. الكاباستور بيقلل ايه؟ هو بيرفع حاجه اسمها الباور فاكتور، فبيبدا في المقابل قلنا بيقلل لي الستارتنج كرنت. نقترح عليهم في الصناعه. سؤال كويس. طبعا هي انت لما هتعملي اي سي سيركتس هتعرفي ان لازم الكاباستور بيبقى فيه كونديشنز معينه عشان يبدا يستخدمه، فالكونديشنز دي متوفره في الفلوريسنت اللمبه الثانيه. اللمب افيكسي اللي هي كفاءه، مين فيهم بقى احسن كفاءه؟ عشان كده قلت لك تستخدم في اداره الشوارع الستريت لو بريشر صوديوم احسن لمبه في الافيكسي. في اللايف تايم مين احسن لمبه فيه؟ هاي بريشر ميركل. فانا اللي يهمني التيبل ده ساعتها كده انا ما يهمنيش ارقام، انا يهمني ايه؟ مين احسن؟ مين اقل؟ مين اعلى؟ هو ده الكلام. اتفضل. هاي بريشر ميركل مالها؟ اه بس برضو عمر اللي دايما يقدر يليمت الكرنت كوين لازم يبقى الف لازم يبقى ترانس انفرتر. ايوه ما انا بقول لك بيركب معاها بالاست مالهاش علاقه، يعني الريزيستنس دي تركبها جوه اللمبه، بالاست ده بيبقى حاجه خارجيه مع اللمبه. التكنولوجيا الجديده كلها مين ده؟ ده كل يعني شبه تقريبا مستقبل كله. وانا ملاحظ غالبا ان النقط انا شايف ان هي تقريبا دول مش فلوريس اللي عندي انا ما اعرفش اللي فوق عندكم ايه. يعني انا شايف اللمبه ليد ما يوركش فيه ترانس والكلام ده، لو هم مش شايلين يعني. اللمبه الليد طبعا حد عارف كلمه ليد اختصار ليه؟ لايت اميتنج دايت، يعني ده دايت اول ما بيمشي فيه دي سي كارنت، دي سي كارنت بيبدا يعمل اميتنج. وادي اشكال الليدات بتاعتك ان شاء الله، يعني انت في المعمل واللابس هتلاقي كومبوننتس دي انت بتشتريها وبتحتاجها كتير. تركيبه سهل جدا. حد عارف ايه الدايت؟ حاجه اسمها سيمي كوندكتور ماتيريال كده، حاجه اسمها البي ان. هتاخدها سيمي كوندكتور دي مزتر ما بتسحبش كرنت خالص خالص. عشان كده اقول لك اللمبه الليد دي يعني ما بتستهلكش شبه يعني ما بتستهلكش كرنت مقارنه باللمبه دي عشان تحتاج كرنت وتعمل ايونيزيشن للجهاز تبدا تطلع ضوء. وطبعا بتبقى فكره الليد طبعا كانت ده اختراعي ان انا في النهايه ابدا اعمل ايونيزيشن للبي ان جنكشن بتاعتي فتبدا تطلع ضوء. بس اهم حاجه ان اللمبه تبقى ايه؟ الكرنت اللي يمشي دي سي. طب معلش يعني واحد قال لي ما الكشافات والحاجات دي كلها احنا في البيت بنستعمل ليد، وفي الشوارع حتى بقى الاوت دور كله ليد وبنوصله باي سي سبلاي.
ما تشغل مخك يا اكيد في حاجه هنا هتحول الاي سي اللي داخل لدي سي اللي دايره اسمها الريكتيفاير ما هي دي دايره اللي موجوده في الشاحن بتاع الموبايل معلش هو الموبايل بتاعنا ايه يعني جواه بطاريه يعني اكيد دي سي اللابتوب بتاعنا جواه باتري فاكيد دي سي طب ازاي احنا بنوصله بالاي سي سبلاي اللي في البيت ما هو اكيد اللي تشارجر بتاعنا ده سواء بتاع الموبايل بتاع اللابتوب بتاع الكلام ده بيبقى فيه ايه فهو ده اللي بيغلي سعر اللمبه ان انت اللمبه لما تشتريها لوحدها للاسف تبقى محتاج الدايره بتاعت الريكتيفاير اللي تبدا تكونفرت الاي سي لدي سي طبعا البنفيتس بتاعت الليد ما بتستهلكش انرجي كونسامشن قليل جدا لايف تايم يعني هات كشاف ليد سي عمر تجيبه نظيف مش من تحت بير السلم ليه يا جماعه لان احنا الصناعه دلوقتي انا ممكن اجيب لك في شغلنا احنا بالذات العش في الكهرباء فيه في الاسلاك وفي اللمر بالذات في المقاولات يعني لو الاستشاري اللي بيستلم من المقاول ما عندوش ضمير هيلبس اسمه فلازم يبقى في الحته في شغلنا دي بالظبط في امان ان في فرق ما بين سلك ممكن تجيب لي سلك كهرباء تجيب لي المتر ب 5 جنيه واحد يجيب لي المتر ب 50 جنيه كل واحد ليه الستاندرد بتاعته والكاركترستكس والكلام ده كله فده بيفرق فاللمض الليد النظيفه بتقعد معاك اللايف تايم طبعا فاستر سويتش يعني بتشتغل على طول الابلكيشنز اندور واوت دور يعني دلوقتي ما بقتش اندور بس لا دي بقت ايه اوت دور ده كده على بعض اسمه اللومينير حد عارف كلمه لومينير معناها ايه كشاف يعني لو سالتك اللومينير بيتكون من ايه حد يقول لي كده اللومينير الكومبوننتس بتاعته ايه هل لمبه بس لا لا انا بتكلم مش شرط مع الليد يعني اللومينيرز عامه تبقى لامب بس لا في حاجه جنب اللامب احيانا بيبقى فيه ريفلكتور العاكس اللي بيبقى موجود من جوه ده عارفينه ولا ايه يعني معلش هي اللمبه هنا ما فيهاش ريفلكتور ساعات بيبقى فيه لمبه ريفلكتور اللي هي بتبقى حاجه زي الستانلس من جوه او من هنا وظيفته بيعمل ريفليكشن للضوء بتاعك فدي وبيبقى فيه كيس خارجيه بتبدا تقفل لي اللومينير بتاعي فانت ان شاء الله في الديزاين اللي احنا هناخده لما هتيجي تعمل ديزاين مثلا لما اجي اقول لكم ننزل البروجيكتس ونعلمك الاوتوكاد وننزل لك هديك ديزاينات لحاجات موجوده في السوق حقيقيه لمستشفيات والفنادق والحاجات كل جروبس الدفعه هنقسمها جروبس هتبدا كل جروب هيبقى معاه لوكيشن معين زي مثلا انت معاك مدرج فالمدرج ده لما اجي اقول لك اعمل ديزاين للاضاءه فيه مش هتعمل ديزاين باللمبه يعني ديزاين بالايه؟ بالكشاف فهتلاقي ان انا وانا بعمل ديزاين بالكشاف كله على بعضه وتيجي تقول لي ان المكان بتاعي في الديزاين انا عملت كام كشاف المسافه ما بين الكشاف والتاني ديستنس قد ايه طب هل الديزاين بتاعي ده صح ولا لا؟ يعني واحد قال لي هل الاضاءه ما انا كنت ممكن احط مثلا 50 كشاف واحد يقول لا ما نزود حط 100 طب ممكن ال 100 اللي انت حطيته دول ما لهمش لازم واحد حقق التارجت اللي مطلوبه منه والكوست كان اقل واحد تاني مش فاهم فاكر ان انا ممكن ارص كل دي كشافات ممكن واحد يعمل ديزاين وتلاقي ان الضوء ضارب في الحيطه اكتر ما هو منور على الايه البورد اللي انا قاعد عليه يعني انا ليه سي مثلا الاضاءه هنا تبقى على الديسك لا في ناس بتعمل لنا ضوء تبقى ضاربه في الحيطه لان هو اختار نوع اللمبه البولر كيرف بتاعها مش منتظم يعني ما اعرفش يعمل ديزاين صح عشان كده بقول لك احنا هنكسب فيك ثواب السنه دي اديك هتطلع تتعلم اضاءه وعلى فكره ده اللي بيحصل في مكاتب الاستشاريين برضه لما بيجي له مكان ويقول له انا عايز اعمل له ديزاين او واحد يجيب شقه او اي حاجه فبيبدا بسوفت وير جميل جدا اللي هو الدايركس ده يبدا يتعلم يعمل ديزاين حد عارف ايه البولر كيرف ده؟ احنا اتكلمنا عنه والمعيد اتكلم عنه في الفيديو ايه ده؟ ايه القيم دي؟ 500,000 2000 دي قيم الانتنسيتي اللي هي الكاندل باور او الكاندل اللي هو اتفقنا ان الضوء طالما في اتجاه معين ليه سيرتن دايركشن يبقى ده اسمه اي في كل الاتجاهات يبقى ده اسمه فاي اللي هو اللومينس فلاكس فانا بقول لك عند انجلز معينه عند 0 30 60 90 واضح قوي ان بيبقى اليونيفورم ديستريبيوشن في كشافات تلاقي ان هي بتديك يونيفورم ديستريبيوشن فانت ده هيهمك لما تيجي تعمل ديزاين ان شاء الله هيهمني في المسائل
لما اجي اديك مساله اقول لك انا عند انجل زيرو اللي هو الخط ده بيتسمى ايه؟ حد عارف؟ لو انا جيت اديتك نقطه اسمه النديل، اجي اقول لك سي عند انجل 30 درجه من النديل، فانت عندي السيتا بتاعك، روح هات لي الاليمينيشن عند بوينت على مسافه قد كده. فالكيرف هنا بيفرق معاك في المسافه. تمام؟ احنا بكده هندخل في الاسبوع الجاي اللي هو المفترض الاسبوع الجاي ده الاسبوع كام؟ السادس والسابع، اللي هم اخر اسبوعين قبل الميتر، لان الميتر في الاسبوع الثاني. فالاسبوع الجاي واللي بعده هتبقى اللي هي الليكتشر والاعاده بتاعتها. ان شاء الله هندي الديزاين، هنعلمك ازاي تعمل ديزاين للبار، ونطلب البروجكت ده بعد الميتر. كنت انت طلعت من الميتر فايق كده، فانت ايه؟ نطلب منك البروجكت. تمام؟ شكرا على خير.